سيدي ويا خويا ويا تنقاني ماشي غير الارواح قول للطمرة قدرة ربي والمكتوب وين رماني حتى للحق عارف ناس من الكبرى راني راضي يا ناس ما جفا وعياني عظامي بحب العارم من الحرة ودخلنا في بحر غميق في نعاني عظام هيا بني واش ذا الغمرة يا بن سيدي ويا خويا ويا تنقاني وماشي غير أرواح وقول برحمرة قدرة ربي والمكتوب وين رماني حتى نلحق عارم ناس من الكبرى عن فهمي والأفضل ساني حتى نقيس البيب في الهدرة ميوين وبيعون دماء واسبر ثاني جنو سيبا سيجبك سيكرا فرضو يا مادم زيدة تشتغني جذب يايس فليك مواو ذا الهدرة يا بن سيدي ويا خويا ويا تنقاني وماشي غير أرواح ضربت ربي والمكتوب وين رماني حتى للحق عارف ناس من الكبرى فرساني يعجبوك بطل خيل صبارة السير وجملاح أركبهم سيساني يعجبك الخف مع القنظورة لو شفتي حودة تسوج كل غزلاني الخزرة تسبي والحاج بين قرن شهرة
نلحق على الناس الكبرى. وحنا يلي معروفين بالغمرة وحنا يضحى الظلم اليوم واللي غني وحنا يلي قلعين هالكشرة وحنا يطنقن العدا اللي فرساني وحنا يا معدن الجود صبارة. اسمعي يا مادام غير كونك هاني بالعباس خير من طريق للسكنة.
سلمتو حياني.
معنا في الفطور نضحكوا مع فنان ولا رياضي مشهور فاينا ضحكة فاينا بسمة فاينا مواقف فاينا طرائف طول فتموها في ضحكة خفيف في ضحكة خفيف كاميرا كاشي جار ومجرور اليوم غادي نديرو فيلم ولكن ماشي ديال بصح غير ديال بالعاني انا هو المساعد المخرج ديال الفيلم استاذ شبيهي هو المخرج وبطبيعه الحال هادو هما الممثلات المبتدئات اللي غادي يلعبوا مع الاستاذ عطير تصوروا غادي نجيبوه للمقبره اللي هي مقبره وهميه حنا اللي درناها وغادي ندخلوه في واحد الموقف اش غنقول لكم ما نقول لكم والو حتى غتشوفوا بعينيكم موتور ساتورن اكسيون شوفوا اش غيوقع فرجه ممتعه حفاظا على حرمة المقابر في هذه الحلقة فريق جار ومجرور قام ببناء مقبرة مزيفة وضعنا مكبر صوت داخل أحد القبور بالإضافة للشخص اللي غادي يخرج من القبر إيوا هادشي كله باش نوقع الفنان ديالنا إيوا هنا الفنان ديالنا مركز مزيان ومستعد باش يصور المشهد الوهمي وحاضر معاه كل الطاقم ديال التصوير أكسيون دابا علاش كتبكي ولاش خلوا المرا مرتاحه في القبره خليني خويا قلبي وقول على داكشي اللي دارني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ياك الله ينجيك خليتيني لهاد الكفر بالله انا كلشي حبت بين كلا لينا ورث با ورزق لي خليتي لينا امي يمشي دابا هادوك وجهك ولا كفاك ومن نهار اللي تكلت بك امي واش في معاك نهار ابيض هذا هو خيري وسري دعينك الله دعينك الله لا ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق يا مجرم واش تيش قالت لي هاد البنت هادي انا ديرها بحال بنتي وهي مشوهاني وسط العديان ماشي عيب ما دير خير ما يطرا باس هذا هو خير ونستاهل درك هذا درك هذا اشنو واقع كمل كمل فازي كمل لا كوبي 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 اشنو واقع انت ما سمعتيش هادشي اللي قال السيده انا السيده هذا ما قلت شي واحد شي حاجه شكون اللي قال شي حاجه كمل اصاحبي راه ما قلنا لك والو ما كاين انا ما دخلش في التاكسي هذيك واش من التاكسي سمعتي شي فسر لي شنو دابا شنو وقع علاش حبستي راه مرا هضرت حتى انا مرا اللي هضرت دريت اللي كانوا معاك والله انا مشاو راه هضرت مرا غليظه صوت غليظ اسي شاور نعم شنو وقع؟ ما عرفتش حبس السيد ما عرفتش علاش. اصاحبي واش 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 داخل في الطاكسي هذا الصوت؟ لا انت ما وريتيلوش اسيدي شنو يقول شنو يدير شنو كاين؟ اسمح لي اسي الله يخليك غير اش فين سمعتي هذا الصوت؟ منين جا؟ واش دابا كتسطاو عليا انا؟ سمعت الصوت هنا انا سمعته بودني. الدراري سمعتوا شي صوت الله يخليكم؟ سي عبد العالي الله يخليك سمعتي شي صوت بيناتهم؟ ايوا شي حاجه اخرى ما كايناش ما واش واش كنتي شي حاجه واش الله يرحمك ازقي معايا الله يرحمك ما طلعتك العز انا واش غنكذب ودني ودابا غادي نكملوا ولا ما غادي نكملوش واش نجلسوا نهار كله في هذا السيكونس الله يخليك انت مخرج هاد السيد اسيستون بغيت نعرف بان واش هاد المراه داخله في التاكسي ولا ما داخلهاش ما كاين فينا ما كاين لا مراه لا حتى شي حاجه شحال شي شهور انا سيسا شنو كتشنو هاد الله يخليك الله يخليك نعاودوا ياك نعاودوا نعاودوا اعاده يلا غنعاود الله يخليكم ما تبقاش سوق الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير ما تبقاش سوق الله يجازيك بخير يلا tout le monde a sa place moteur attention tout le monde a sa place clap tout le monde est pris réponse 2 plan 8 prise 4 action coupez 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 الله يرحم والديكم واش دابا كل شيء ما تيقنيش بالنا واش دابا والله حتى سمعت صوت مراه بالله العظيم ودابا الدراري سمعتوا صوت لا سمعناه ما سمعتوا صوت سمعناه غير كمل يلا يلا اتونسيون كلاب سيكونس 2 بلان 8 بريز 4 موتور اكسيون هاد الله دابا هذوك وجهكم ولا كفاكم من نهار اللي جوجات بك مي ما شفنا معاك نهار الابيض وسري هذا هو خيري دعينك الله دعينك الله لا ياخذ فيك الحق الله يخطفك الحق هاتي كتشوفي دابا سمعتي ها انت ما دير خير ما يطرابس الدريه دايره بحال بنتي تسيفت ليا شوهاتني وسط الناس هذا هو خيري نستاهل نستاهل
انا بغيت شكون اصاحبي واش كديروا داكشي ديال روسكم ولا ما فهمتش اش صار انت ما تفهمتيني مع هاد الناس علاش هذا ناض ماشي لا سيكونس ديالو لا خلاص صاحبي لا غوكومونس صاحبي غوكومونس اسمح لي صافي لا غوكومونس قلت في القبر انا اللي غلطت صاحبي ما قلناش لك تبعو قلنا لك وقف الله انا اللي غلطت جيت لكم لك اشرح لهم اشرح لهم مزيان صاحبي دابا المشكل اللي كاين الله يخليك ها المشكل اللي كاين المشكل اللي كاين هانت دابا نتايا نورمالمون كنتي خصك تكون جالس تكمل الحوار ديالك وتا تمشي نتايا عاد غير نوض السيد واش تمسطي واش الراجل خرج ليا عطا غفني واش انا غن غلطنا انا قبل من الوقت السيد ورانا نقول راه قولها ليا قول لي اخويا راه غادي يخرج واحد السيد من هنا على الاقل نكون داير في بالي انا بغيت انا شكون اللي بريفاه السيد فينا هو السيد اللي بريفاه صاحبي واش شفنا دابا فينا هو السيد اللي عطاه السيناريو شوف هانت الله يرحم والديك وراك انت اللي عطيتيه السيناريو لا ولكن انا بريفيتي انت السيد لا ماشي انت اللي بريفيتي انت اللي جالس غادي تقول الحوار ديالك غتمشي حنا عاد غنوضوا السيد وغنوضوا في ديزيفي ما كاينش معاك كاع جيبوا حمام واه لا 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 الله يرحمك الشعب الله يخليك الشيء الصلاه ديالك دابا اسمح خلينا الله يرحمك اسمح لي شوف دابا هانت شتي ديك اللي ناض ما خصهاش تنوض في الوقت ديالها ياك وداك السيد اللي ناض حتى هو خرج من القبر ما خصوش ينوض في الوقت ديالو وكل شيء هذا الشيء هذا اللي جرى راه جاري لان دايرين لك الكاميرا الخفيه برافو برافو عليك برافو عليك طوس أرنبوس كار أرنبوس من اليوم كاع لي سيكونس اللي في المقبرة حمر اللي قربتي شوف هذيك راه الشيء راه اللي ليه مالك أنا اللي تقدر معك المقبرة هيا حية ماشي ميت ماشي من كاش بغيتو منين جاي الصوت يلاه قلنا من جاي الصوت دابا منين جاي ها هو من القبر ها حط يديك طيب ديك هضري حط يديك وخلي غريب انهم كلشي متواطئين عليا كلشي الا ما سمعناش وانا سمعت كنتسناو بشي حاجه اخرى ثاني بخير حتى خرج ليا الراجل ما مهمتش بيني وبين جراحي لا واش حكينا تكمل باقي عندك ليطا فين تكمل خارج لك راجل قداد خارج لك راجل قداد باقي تعاود اللهم اتكري ولكن اللي صعيب مع ديك التلفه عاود نهود مع الدرديبه طلعت للعلو دابا غادي تكمل معنا ولا ما غادي تكمل والله لا قرقبتي عندك المهم الكاميرا دارتها بيا I'm not the only one.
طنجة غادي تطوان طريقه غادي تطوان طريقه باقي ما
صبر الحريق قلبي صبر الحريق يتزالي في طنجة يتزالي في طنجة غادي تطوان طريق غادي تطوان طريق إلى شكر حبيب قولي تعالى إلى شكر حبيب قولي تعالى فقراص عيد خلاني بحالة إلى شكر حبيب قولي تعالى فقراص عيد خلاني بحالة إلى شكر حبيب قولي تعالى أصوات صاخبة تخترق صمت الفضاء الذي أسكته نبأ وفاة حبيب الجماهير الأب العطوف الذي أحاط شعبه على مرس بالرعاية والاهتمام البالغين. المؤمن بقضاء الله وقدره ونعي إلى الشعب المغربي الأبي وإلى الأمة المغربية العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع وفاة قائد عظيم ورجل من رجالات العالم الأعلام وملك من ملوك المغرب العظام صاحب الجلالة والمهابة المغفور له الحسن الثاني قد The National Moroccan Decoration says His Majesty كبار رجالات الدولة ونواب الأمة ومستشاريها ورؤساء الأحزاب السياسية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية الموقعين أسفله إذ يعبرون عن ألمهم بفقدان رمز الأمة سليل الملوك العلويين الكرام 99 و900 ألف. الله يبارك في عمر سيدي. وبعد ذلك قام بتوقيع وثيقة البيعة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي هشام وصاحب السمو الأمير لجلالة الملك سيدي محمد بن حسن بن محمد نصره الله وأيده ورؤساء الحكومات عن مشاركتهم في تشييع جنازة الملك الراحل المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه. وهكذا أعلن في العاصمة البرتغالية داكار أن الرئيس عبد الضيوف سيغادر اليوم بلاده قادما إلى العاصمة الرباط للمشاركة في تشييع الجنازة. وبوفاة جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني يفقد المغرب باني وموحد الأمة المغربية وقائدا عظيما بصم تاريخ المغرب على امتداد 4 عقود بكفاحه من أجل مغرب ينعم بالوحدة والاستقرار والتقدم. شعب بأكمله حزين على فقدان شخصية فريدة إنه إحدى عبقريات هذا القرن